الخير على حضراتكم مشاهدينا وحلقة جديدة من همزة وصل. الموضوعات اللي النهاردة معانا في الحلقة سواء الترند أو الموضوع الرئيسي هو الموضوع اللي شاغل الملايين من الأسر المصرية المتعلقة بالتعليم بعد قرار الدولة بتعليق التعليم لمدة أسبوعين وتم تجديدهم كمان. أسئلة كثيرة جدا بقت موجودة عند المواطن خاصة في ظل القرارات اللي صدرت بالأمس من وزير التربية والتعليم واللي يمكن خرج للمواطنين كلهم شرح لهم بشكل دقيق جدا عن المتعلقة بكل المراحل العمرية والدراسية. هنتكلم النهاردة فيها بشكل مستفيض أكتر. هنعرف كمان فكرة التعليم عن بعد أو من خلال الإنترنت إزاي قدرنا أن احنا نتواكب معاه في الكام أسبوع اللي فاتوا. كل دي هنتناولها مع حضراتكم النهاردة في حلقتنا من همزة وصل. ولكن اسمحوا لي في البداية نروح نشوف مواقع التواصل الاجتماعي كلها وخاصة موقع تويتر اللي تصدر هذا الهاشتاج الخاص بالتعليم والقرارات الأخيرة لوزير التربية والتعليم على كل مريدي مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميلة آلاء حامد. ومساء الخير آلاء. مساء الخير ميرفت ومساء الخير المشاهدين. بالفعل الترند اليوم وما دار في ذهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبروا عنه بالهاشتاج الأبرز على موقع التغريدات القصيرة موقع تويتر هو بالطبع يتعلق بقرارات وزير التربية والتعليم بالأمس والتي ظهرت في رسالة مصورة الخاصة بالتعليم الاكتفاء بمنهج الترم الثاني حتى 15 من مارس في بحث سنوات النقل كان أحد أبرز هذه القرارات. أيضا إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثي ويعني هذا يعني كان بيشغل طبعا بال العديد من أولياء الأمور في لطلاب تحديدا الشهادة الإعدادية. وأيضا من أبرز هذه القرارات وزير التعليم يقرر إلغاء مناهج ما بعد 15 مارس للنقل والشهادات العامة. تفاصيل كثيرة حملتها رسالة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور طارق شوقي بالأمس خاصة حول مراحل وسنوات التعليم المختلفة. خلينا نروح لتوضيح أكثر لهذه القرارات. معانا دكتور حسن شحاتة الخبير خبير في شؤون التعليم. دكتور حسن ألو. ألو مساء الخير دكتور حسن. أهلا بحضرتك معنا. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني تابعنا طبعا بالأمس عدد من القرارات المرتبطة بمراحل التعليم المختلفة كان بينتظرها طبعا أولياء الأمور بداية من قرار تعليق الدراسة من أسبوعين ومدوا إلى أسبوعين آخرين كانوا بينتظروا مزيد من القرارات والتفاصيل حول المقررات الدراسية في مختلف المراحل. يعني مزيد من التوضيح من حضرتك لمتابعتك لهذه القرارات. الحقيقة طبعا أن الدكتور طارق شوقي وقيادات وزارة التربية والتعليم حريصة على أنها تنفذ توجيهات السيد الرئيس في التيسير على المواطنين خاصة التيسير على أبناء وبناته من طلاب التعليم الجامعي وما قبل الجامعي. فعندنا 22 مليون متعلم في مراحل التعليم ما قبل الجامعي. قيادات وزارة التربية والتعليم تريد أن تيسر على الطلاب دول في هذه الأزمة الطارئة وظروف الاستثنائية مع المحافظة على المخرجات التعليمية كاملة. بمعنى أن لو تم حذف بعض المخرجات التعليمية اللي بتقابل شهر مارس نص مارس وإبريل بيتم إضافتها في السنة القادمة على المتعلمين على أساس أن العملية التعليمية عملية العلم متراكم والعلم حلقات متتالية وأن لا يجوز حذف حلقة من هذه الحلقات وإلا المتعلمين هيقدروا مش هيقدروا يستوعبوا استيعاب كامل. أيضا الدكتور طارق شوقي لأن هو هدفه الأساسي من العملية التعليمية المتعة والسعادة فطبعا القرارات كلها لأنها تعليم ذكي تعليم إلكتروني تعليم قائم على الأونلاين كل ده بيحقق المتعة والسعادة للمتعلمين. الحقيقة سنوات ما قبل سنوات التعليم النقل بيتم فيها الحصول على طالب بيعمل فيها بحث من ثانية ثالثة ابتدائي لغاية ثانية إعدادي والإعدادية أيضا دخلت في هذه الزمرة وأصبح فيها بحث في منصة ومكتبة إلكترونية في الوزارة بيتم المعلم مع المتعلمين من خلال التواصل النتي بإجراء هذه البحوث
ومواصفات وشروط محددة، وأرجو أن أولياء الأمور يساعدونا في أن الطلبة ما يشتروش بحوث جاهزة من دكاكين السناتر أو من المتخصصين، لأن ده عملية أن الطالب يقوم ببحث بنفسه، ده بيكتسب مهارات جمع المعلومات وتصنيفها وشرحها والتعليق عليها وامتلاك مهارات البحث العلمي والاستقلال والقدرة على الحكم وإبداء الرأي، وكل دي مهارات عليا يمكن وزارة التربية والتعليم حريصة على أنها تمكن المتعلمين منها في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي. طبعاً زي ما ذكر الوزير بالأمس أنه بداية الإعلان عن تفاصيل هذا البحث هتكون بداية من 2 أبريل القادم، يعني حتى الآن تفاصيل أي بحث لأي مادة دراسية أو أي مرحلة لسه مش واضح للتلاميذ عشان يبتدوا. هي حضرتك بحث بسيط، مش بحث علمي بيحصل على ماجستير أو دكتوراه، ده بحث بسيط في موضوع عنوان البحث، في خطوات البحث، في إجراءات محددة، في أدوات بيستخدمها الجامع المادة، ودي خاصة بكل مادة. لكن أنا بطمن السادة أولياء الأمور إلى أن هذه عملية ميسرة وعملية بسيطة عن طريق توجيهات وزارة التربية والتعليم اللي حضرتك قلتي هتنزل للمدارس قريبا، هيتم إجراءها في البحوث وإرسالها عبر المنصة أو عبر المكتبة الإلكترونية. بالنسبة للطلاب الشهادة الإعدادية زي ما حضرتك قلتي، الاكتفاء بتقديم مشروع في كل مادة من المواد الدراسية، بيحصل الطالب على 100% من المجموع في الترم الثاني بالإضافة إلى مجموع الترم الأولاني، ومعنى ذلك ان هو سينتقل ان شاء الله الى تعليم فني او تعليم عام في العام القادم بسهوله ويسر. بالنسبه لطلاب الجامعات، تم الاتفاق مع وزاره التعليم العالي على ان المواد، على ان المقررات الدراسيه التي لم تدرس في المرحله الثالثه ثانوي سيتم ترحيلها الى المرحله الجامعيه في الاعدادي او التمهيدي للتعليم الجامعي قبل ان يدخل الطلاب في الجامعه. هذه الامور كلها بتدي بهجه وسعاده وطمانينه للطلبه ولاولياء الامور. ويمكن الدكتور طارق شوقي وقيادات وزاره التربيه والتعليم حريصه على انها تضع الحلول وتضع البدائل قبل بدايه ما تتازم الامور، وقبل ان يسعى لاولياء الامور وحتى لم يكن اولياء الامور ليحلموا بهذه التسهيلات والفاسيلتيز اللي قدمتها وزاره التربيه والتعليم لابنائها، لان هدفنا الاساسي ان اولادنا ينجحوا وان يسعدوا وان يتمتعوا بالعمليه التعليميه وان يحصلوا على قدر مناسب من الثقافة العلمية والثقافة الأدبية والثقافة اللغوية، وإن هم يبقوا قادرين على الاستقلالية، قادرين على أنهم يعملوا عقولهم، لانتهى عصر مثلث التخلف القاء من المعلم حفظ من المتعلم استرجاع في الامتحان. أكيد. ما أصبحش القضية بهذا التصور اللي احنا كنا عايشين فيه، أصبح التصور مثلث التقدم، عندنا نعلم نفكر نبدع. أكيد. وتحت كلمة نفكر ان احنا نعمل عقلنا في القضاء في مهارات التفكير العليا، ابداء الرأي والتفسير والتعليل واحترام ثقافات الشعوب وقبول الآخر، وكلها من المهارات اللازمة للألفية الثالثة واللازمة لمجتمع ديمقراطي، لأن احنا الرئيس السيسي هدفه الأساسي بناء إنسان جديد لمجتمع جديد. هذا الإنسان الديمقراطي، الإنسان المفكر. عناصر العملية التعليمية ومنظومة التعليم في مصر بقالنا فترة بالفعل بنتابع محاولات لتطوير عملية التعليم والاعتماد على هذه العناصر الجديدة اللي حضرتك ذكرتها. بنشكرك جدا دكتور حسن شحاتة الخبير التعليمي، شكرا جزيلا على هذا التوضيح لقرارات وزير التعليم بالأمس. ومشاهدينا مستمرين معاكم على مواقع التواصل الاجتماعي، في المرة القادمة هنكون على صفحة البرنامج على فيسبوك ونتعرف على آرائكم ومشاركاتكم عن موضوع حلقة النهاردة اللي هنطرحه بالتفصيل مع ميرفت المليجي. إليك يا ميرفت. الكريم اللي أشار لنقاط كتيرة جدا مهمة مرتبطة ارتباط أساسي بموضوع الحلقة الرئيسي النهاردة، فكرة استخدام التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية في عملية البحث، وإن إزاي أكسب الطالب القدرة على عمل بحث علمي. ويمكن طلاب كتير جدا ويمكن أغلب الطلاب ما عندهمش هذه الموهبة، إزاي ممكن أقدر أعمل بحث وهذه المهارات إن أنا ممكن أعمل بحث على الإنترنت، وإزاي أتعامل
اتعامل مع المعلومات وازاي ابروزها في اطار بحثي يقدم ويكون ده كمان الفاصل ان الكل هيعدي بيه للمرحله التعليميه اللي بعدها. ولازم نتفق ان الدوله كانت سابقه بخطوه دايما ان هي كان عندنا منصات الكترونيه عديده وقويه جدا استطاعت ان هي مع وجود ازمه طارئه زي اللي بنمر بيها حاليا انها تواكب هذه الازمه وتقدر نعمل التعليم عن بعد ونطبق سياسه التعليم عن بعد. هنتكلم في موضوع ده النهارده ان ازاي ده هيخدم ده التعليم عن بعد ازاي هيفيد الطالب ويستفيد منه في عمل ابحاثه المطلوبه منه للعبور للسنه التعليميه اللي بعدها من خلال سؤال على الاجابه على سؤال حلقه اليوم من همزه وصفه هو كيف ترى اهميه استغلال المنصات الالكترونيه للتعلم عن بعد في تنميه مهارات البحث عند الطلاب. هننتظر بالطبع مشاركات حضراتكم معانا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه لبرنامجنا وخاصه على صفحتنا على الفيسبوك على همزه وصل اي جي. خلونا قبل ما نبدا مع حضراتكم مع الخبراء نروح نشوف هذا الفاصل المعلوماتي ونرجع مع حضراتكم سريعا نبدا. حضراتكم قبل هذا الفاصل المعلوماتي ان الدولة بالفعل لديها منصات الكترونية قوية استطاعت بمحض الصدفة ان الازمة لما حصلت دلوقتي بالفعل حصلت ان الدولة كانت مستعدة لهذه الخطوة وانها ما قابلتش مشاكل كتيرة في تعود الطلاب على التعليم عن بعد. ولكن لماذا قررت الوزارة اتخاذ هذه القرارات الأخيرة بالاكتفاء فقط بالتعليم لغاية 15 مارس بما تم دراسته بالفعل في المدارس؟ هنتعرف أكتر على هذه الإجراءات والقرارات اللي اتخذتها وزارة التربية والتعليم وكمان إزاي هنستفيد من المنصات الإلكترونية لكل الطلبة اللي بيصلوا ل 20 مليون طالب إن هم يستفيدوا من هذه المنصات لعمل أبحاثهم العلمية. هنتكلم فيها مع ضيوف اللي هيكون معايا عبر الهاتف معايا الدكتور محمد المفتي وهو عميد كلية التربية الأسبق بجامعة عين شمس وأيضا الدكتورة صفاء سيد عميد معهد تكنولوجيا المعلومات والأستاذ خالد حسن رئيس تحرير جريدة عالم الرقمي. وأبدأ بالدكتور محمد المفتي. دكتور محمد تحياتي ليك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني طبعا الدوله ووزاره التربيه والتعليم تحديدا اتخذت في البدايه عدد من القرارات وهي التعليم عن بعد او التعليم اونلاين. فجاه بالامس فوجئنا بعدد جديد من القرارات ان هي هيتم تقريبا الغاء هذا النظام وهيتم فقط الاكتفاء بعمل بحثي وان هيعتد فقط بما درس حتى 15 مارس. اسباب ان الوزاره قررت الان اتخاذ هذا القرار. دكتور محمد. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. هيك سمعت سؤالي؟ ايوه اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. الحقيقه يعني بدايه القرارات التي اتخذت دي قرارات مناسبه جدا للوضع الحالي والظروف الحاليه اللي هي بتمنع المتعلمين من الذهاب الى المدارس للتعلم. وكانت هذه القرارات قرارات حكيمه وفيها حرفيه كبيرة جدا واستخدام الأساليب التكنولوجية المختلفة في عملية التعليم كبديل للتعليم المباشر. صحيح. المنصات التعليمية والتعلم عن بعد ده من الممكن جدا ان هو يعاون الطالب على انه يجري بحث من البحوث. ان البحث اللي هو المطلوب ده بيتطلب جمع مجموعة من المعلومات والمنصات التعليمية والوسائل التكنولوجية الأخرى هي مصادر للمعلومات والمصادر للمعرفة. صحيح.
صحيح. من الممكن من خلال هذه المصادر أن يجمع المعلومات، أن يصنف هذه المعلومات، أن يحلل هذه المعلومات، أن يعلق عليها، أن يستنتج منها، ودي بتكتبه مهارات بحثية يعني هو محتاج بيها. وإحنا لو ذهبنا إلى بعض الدول الأخرى بنجد أن المقرر للبحث العلمي موجود في قبل الجامعي، فهي ده شيء مهم جدا. هو ربما سلاح ذو حدين، يعني لما أتعامل مع طالب من التانية ابتدائي لغاية الإعدادية أطلب منه بحث، هل الطالب اللي في تانية ابتدائي هيكون قادر على عمل هذا البحث، ولا في الآخر نجد أن الأهالي هي اللي عملت البحث؟ لا، هو شوف حضرتك، هو طبعا البحوث وموضوعاتها بتبقى بتناسب المرحلة السنية ومرحلة النضج العقلي للمتعلم. فبالطبع البحوث اللي هتطلب دي هتكون بحوث بسيطة ومناسبة في التلميذ اللي هو في المراحل التعليمية اللي هي ذكرت عليها. ولا بأس إن يبقى في نوع من التواصل على الواتساب أو خلافه بين المعلم وبين الطلاب بتوعه، يعني يعملوا جروب كده ويبتدوا هو يعني ييسر عملية إجراء البحوث. وأيضا أولياء الأمور القادرين على مساعدة أبنائهم فليقوموا بهذا الواجب. ويمكن دي نقطة مهمة جدا، فكرة الموضوع برضو هيبقى مرتبط شوية بمدى قدرة أولياء الأمور على التعامل مع التكنولوجيا بشكل عام، وده هيساعد طفل عن طفل. يعني في أطفال ممكن أهليهم تكون قدرتهم التعليمية قادرة على التعامل مع التكنولوجيا بشكل عام، وفي أسر تانية خاصة أن هذا التعليم عن بعد أو هذا القرارات الجديدة بتخص كل أنواع التعليم، من التعليم الحكومي والخاص والدولي أيضا، فبالتالي الموضوع هيبقى فيه فروق فردية ما بين طفل وآخر. هيتم مراعاة هذه النقاط؟ حضرتك يعني احنا بنقول ان الاسر التي تستطيع ان تعاون ابنائها فليفعلوا هذا، والاسر التي لا تستطيع انا اقترحت ان تبقى في جروب موجود فيها المعلم والطلاب، والمعلم يتواصل مع طلابه ويسرهم عمليه اجراء البحث. نعم. يعني افعل هذا ثم افعل هذا ثم يفعل هذا، ويبقى في نوع من التواصل. هيكون الهدف تعليم المهارات وليس فقط اختبار الطالب في قدرته على تنفيذ هذه المهارات. الاثنين يا فندم، الاثنين. لان طبعا المهارات البحثيه دي لازمه لاجراء اي بحث او دراسه. صحيح. وبعدين الناتج بقى يعني اذا تمكن من او اكتسب هذه المهارات فسوف ينتج بحثا علميا يعني على مستواه وبيبقى مقبول يعني. تمام، هسنحك تبقى معي الدكتور محمد، وهروح للدكتورة صفاء سيد عميد معهد تكنولوجيا المعلومات. دكتورة صفاء تحياتي لك أولا. دكتورة صفاء أهلا. طبعا أهلا بك فندم. نعم سمع حضرتك بقولك تحياتي لسيادتك. تحياتي لحضرتك، تحياتي ليكي. طبعا قد ايه عرفنا في الأزمة الأخيرة الطارئة، عرفنا قد ايه مصر كانت قوية في مجال تكنولوجيا المعلومات، بدليل انها قدرت انها تحول الدراسة كلها اللي بنتكلم في 20 مليون طالب بيكونوا تعليمهم من عن بعد عن طريق المنصات الإلكترونية الكثيرة. هيك شايفة ازاي استطعنا في هذه الفترة الوجيزة معرفة قدرة المنصات الإلكترونية، وإزاي استطاعت الطلاب أو الطلبة مع الأهالي كمان، لأن لازم نتفق أن الأهالي يعني في الموضوع بشكل كبير جدا، الاستفادة من هذه المنصات والتقدم التكنولوجي اللي احنا اكتشفناه في مصر مع هذه الأزمة. طبعا بقول رب ذرة نافعة. أولا أن أزمة كورونا دي وضحت قد إيه الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الموجودة حاليا الحقيقة قادرة على إدارة الأزمات. وكمان إن هي بتفجر طاقات كانت موجودة زي ما سيادتك قلتي، منها تكنولوجيا المعلومات ومنها المقررات الإلكترونية، وما كانش ملك الضوء عليها وممكن تكون كمان مستبعدة تماما. أما إزاي قدرنا اللي هو سؤال سعادتك، هو من 2006 كان بدأ
مسألة التعليم الإلكتروني، وأنا شرفت أني كنت واحدة من المكلفين بمدير مركز التعليم الإلكتروني بتأسيسه في جامعة عين شمس، وده كان مشروع دولي من المجلس الأعلى للجامعات وكل الجامعات المصرية. ده كانت البداية يعني، وكان البنك الدولي عامل مشروع كبير جدا لتحويل المقررات التقليدية إلى مقررات إلكترونية، ويوزيها أيضا على مستوى وزارة التربية والتعليم اللي هو مركز يقوم بتحويل برضو المقررات الإلكترونية لكن مبعثرة إلى حد كبير. لكن فوجئنا بالأزمة أن معالي وزير طارق شوقي بنفسه شخصيا قام بمحاضرة ممتازة جدا على اليوتيوب ونزلها أونلاين بيشرح إزاي أنه هو جمع، وبسرعة طبعا الإنتاج كان لا يكفي في هذه الفترة الوجيزة، لكن جمع كل المنتج في المراحل المختلفة. تمام. وزير التعليم العالي أيضا مشكور دكتور خالد عبد الغفار أمر وضع خطة بديلة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية أونلاين، وبالفعل بدأت كل المعاهد والجامعات المصرية في التحويل. أنا مش هقولك أن التحويل دلوقتي 100% مظبوط، ولكنه الحقيقة أطلق مبادرة قوية جدا هتبادر يعني هتساوي مبادرة التعليم على الموبايل، إن هو أصبح سهل وبيسهل على أولياء الأمور وبيسهل للناس كلها. حتى لو كنا بنحط محاضرة أسبوع مجرد فيديوهات مثلا، لكن ده بيمحو الأمية الرقمية، بيزيل الخوف من بعض الأولياء الأمور ومن بعض الطلاب. كمان الفرصة اللي بقول عليها هي هو تفرغ الطلاب وحكمة الوزارة أو حكمة الوزارتين كمان. حكمة وزارة التربية والتعليم في حقبة القرارات المتخذة ده بعتبره حكمة كبيرة جدا، لأن مش هنرعب الناس صحيا وتعليميا في ظل إغلاق المدارس. يعني وده ياخدني للسؤال التالي لحضرتك، يعني قرار الوزارة بعد ما كانت قررت أن التعليم هيكون عن بعد ومن خلال المنصات الإلكترونية، لأنها تخرج تقرر لا هنوقف كل ده ولكن الموضوع يتحول لبحث ويكتفى فقط بالوصول نبيل لغاية 15 مارس داخل المدارس، هل ده لأن يعني قوة الاستيعابية للمنصات الإلكترونية ما قدرتش تستوعب هذا العدد الكبير، ما تغطيش كل الطلبة بشكل كافي أو عادل بمعنى أصح فاضطرت لاتخاذ هذه القرارات، ولا كان الأسباب إيه؟ وعايز أعرف برضو حضرتك النسبة من خلال التجربة الكام الأسبوع تقريبا أو 10 أيام دلوقتي اللي تم فيها التعامل مع الطلبة، غطينا قد إيه تقريبا من الطلبة اللي قدروا يتعاملوا مع الموضوع أونلاين؟ زي ما حضرتك قلتي هو طبعا القرار مهم جدا اتخاذه، أولا لغاية 15 مارس ليه، هو طبعا كان في قرارات يعني سابقة اللي هو ترك الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية فقط والشهادات الدبلومات والباقي ألغي ببحث بالفعل. ليه؟ لأنها مراحل انتقالية، وبحيث البحث أولا بيدرب الطالب على أنه داخل مرحلة جديدة، وكمان أن البحث بدل ما يسيبه فاضي فات الفراغ، ده أول سبب. ثاني سبب أن البنية التحتية ليست قوية في كل الأماكن زي بعضها، ممكن يكون بنية تحتية قوية مثلا في القاهرة أو القاهرة الكبرى، ممكن منطقة نائية عن النت، فدوت ما بيدوش التكافؤ والفرصة العادلة أن يكون زي زميله، ودي خطورتها في الثانوية العامة، ان الثانوية العامة ما زلنا معيار المجموع هو المحدد لدخوله اي كلية، وليس رغباته فقط وليس قدراته فقط. فانا بعتبرها حكمة. الحاجة الثانية والسبب الرئيسي كان انا كتبته برضو على بعض الصفحات، ان اولا الثانوية العامة ترمين مع بعض مش ترم واحد. تمام. هي بدأ من شهر 9، فعنده كم معلومات كبير جدا درسه اوريدي، ويكفي فعلا ان هو يمتحن فيه ويختبر قدراته. يعني اذا الطالب الثانويه العامه عنده الفتره من اول 15 مارس وقف التعليم عند المرحله دي لغايه الميعاد المحدد لاجراء الامتحان، دي فتره دراسه ما قبل 15 مارس، من اول بدايه الدراسه لغايه 15 مارس سبتمبر، من 15 سبتمبر ل 15 مارس. ده كتير يا فندم، من 15 سبتمبر ب 15 9 الماضي. لا هو الطلبة هيفرحوا، يعني دي حاجة كويسة ان هو ما كملش بقى بقية المنهج، فمش ما فيش عبء زيادة عليه، بالعكس هو عنده فرصة طويلة كبيرة جدا ان هو يذاكر مواد اقل كتير من اللي كان المفروض هياخدها. يعني بالظبط، هو الفكرة كمان ان ده بيدرب على الكيف وليس الكم. الكمية اللي متاخدة كبيرة يا فندم، لانه ترمين بحله زي ما بقول لحضرتك ناقص شهر تقريبا، لان المفروض الدراسة بتقف في اول 5 او في اخر ابريل، وما حضرتك كمان كان في رمضان جاي، وكان هيبقى فرصة برضو ان هو الولاد يعني المذاكرة فيهم اقل شوية من العادي. فطبعا انا شايفة ان الحكمة ان دلوقتي التعليم الالكتروني برضو ما زال موجود، لان في لسه بقى يتدربوا على امتحانات البوكليت،
تحقيق اونلاين يشوفوا مع طيب النقطه مهمه موضوع البوكلت ده، لان جالنا فيه برضو تساؤلات كتيره في ظل القرارات الاخيره. هستاذن حضرتك تبقي معايا وهعود لحضرتك مره ثانيه للكلام عنه بشكل اكتر، وهروح لضيفي الثالث الاستاذ خالد حسن رئيس تحرير جريده عالم رقمي. استاذ خالد تحياتي ليك. اهلا بيكم. طبعا حضرتك اطلعت على القرارات الاخيره للسيد وزير التربيه والتعليم، واكيد يعني بعض التساؤلات عندنا تخص هذه القرارات. يعني البعض بيتساءل في مواد كتير في الثانويه العامه مش عارفين مصيرها ايه، طبعا التربيه الدينيه تم الغائها او مش هيكون فيها امتحان، التربيه الوطنيه موقفها ايه مع طلبه الثانويه العامه مبدئيا؟ في الحقيقه يعني موضوع التعليم عن بعد انا كنت اتمنى من السيد وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني ان هو كان يصر على استكمال الفصل الثاني الدراسي من خلال منظومه التعليم عن بعد، لان التحدي ده كان هيفرق معانا جدا في تاهيل الطالب للمستقبل، لان كلنا عارفين ان دلوقتي احنا تكنولوجيا المعلومات ما بقتش مجرد يعني اعتقد هي اولويات يا فندم المرحله الحاليه، يعني مش وقت، يعني في اولويات الضغط على الاسر في بشكل كبير جدا، يعني احنا بنتكلم حضرتك من ارض الواقع، يعني الاسر عليها ضغط نفسي، فمش وقت تاهيل، يعني هو الموضوع بنطلع منه باقل الخسائر كما يقال. يعني هو في الحقيقه هو التعليم عن بعد كان هيخفف على الاسر، ما كانش هيبقى بالعكس، ده احنا كده رجعنا الموضوع تاني لنفس المنظومه اللي احنا بنعاني منها كلنا، سواء الدروس الخصوصيه او عدم جوده التعليم او حاجات كتير جدا. ولكن منظومه التعليم عن بعد كانت هتفرق معانا جدا في الوقت الحالي، ان هي هتعود الطالب ان هو ازاي يتعامل مع الماده اللي قدامه بطريقه اكثر ابداعا واكثر ابتكارا. للاسف احنا لما وقفنا حتى المنهج الدراسي عند يوم 15/3 ده اوكي، ده بحد ذاته ممكن يكون عشان ما نظلمش الطالب ان هو مش متعود على المنظومه، ولكن صحيح. انا كان نفسي ان هو التحدي ده نقبله، وان هو يشكل لنا فرصه كبيره جدا ان احنا نخلي الطالب يكسر الحاجز النفسي اللي بينه وبين التكنولوجيا وبينه وبين ان هو ازاي يستفيد من التكنولوجيا، خاصه ان كل اولادنا 18 مليون طالب في مختلف المراحل التعليميه اوريدي بيستخدموا التكنولوجيا، سواء كان تليفون محمول او كمبيوتر اوريدي بيتعاملوا معاها، ولكن يمكن غالبيتهم بيتعامل معاها ان هي من منطلق ترفيهي فقط. في الحقيقه كمان النقطه المهمه جدا ان وزاره التربيه والتعليم دكتور طارق استثمر اكثر من حوالي 2.5 مليار جنيه في البنيه التحتيه للتكنولوجيا سنه 2018 و2019 برضه من خلال التعاون مع وزاره الاتصالات ومصر. ايوه فندم، هو ده اللي نقص مصر دلوقتي، يعني احنا لو على النظام القديم قبل هذه الاستثمارات يمكن وجت هذه الازمه ممكن ما كناش هنقدر نحل فيها حاجه، يعني او نقدر نواكبها على الاقل ال10 ايام اللي فاتوا. كنا ممكن بقى ان احنا نعظم الاستفاده من الاستثمارات دي، هي دي النقطه والتحدي اللي احنا كنا ممكن نقبله كلنا كمجتمع في ظل الظروف الحاليه، ان احنا ممكن نعظم الاستفاده من الاستثمارات الماليه الكبيره اللي اتحطت في مجال تطوير البنيه التكنولوجيه على مدار السنتين اللي فاتوا دول. طيب عايزه بقى حضرتك، لان زي ما انا يعني عايزه استفيد من وجود حضرتك معايا ان اعرف اكتر عن هذه القرارات، حضرتك اكيد اطلعت عنها ورد على التساؤلات كثيره وردت في هذا الامر، طبعا ده حديث الساعه تقريبا لانه بيخص 20 مليون اسره. بنتكلم المواد مثلا زي عشان دي جت لنا بشكل كبير، التربيه الوطنيه، التعامل مع الطلبه، ازاي هيكون النظام البحثي على الانترنت، مين هيحدد المواد، يعني تفاصيل اكتر عن هذه المنظومه وهذه القرارات الجديده. يعني هو طبعا موضوع البحث على الانترنت موضوع بقى سهل جدا ومتاح لكل الطلبه ان هو يقدر يعمل بحث على الانترنت، خاصه من خلال بنك المعرفه الموجود دلوقتي اي كي بي، ان هو يقدر يخش عليه ويشوف المواد اللي ممكن يحتاجها الطالب في مجال الماده اللي هو عايزها. عندنا كمان المكتبه الالكترونيه اللي اطلقتها وزاره التربيه والتعليم، عندنا المنصات الالكترونيه الموجوده، عندنا اكثر من حوالي 10 منصات او مكتبات للتعليم الالكتروني سواء كانت مصريه او عربيه او حتى اجنبيه، يقدر يعني موضوع مربوطه بالمناهج يا فندم. غالبيتها، لان طبعا انت عارفه كل الشركات اللي شغاله في موضوع تطوير المناهج اوريدي بتاخد المنهج بتاعها من الحكومه، وبالتالي هي بتحاول تعيد صياغته بس بطريقه اكثر تشويقا، وان هو يبقى فيه وسائط متعدده ويبقى فيها صور وفيديوهات وحاجات زي كده عشان تخلي الطالب يستمتع بالماده التعليميه. فبالتالي انا مش قلقان جدا، ولا المفترض الاسره تقلق من موضوع البحث على الانترنت، لان احنا ده يعني كل اي واحد فينا بيعمل بيحب يدور على خبر بيخش على الانترنت ويعمل بحث،
وبالتالي بيطلع له كذا ماده بيختار ما يتناسب مع رؤيته او مع طريقه تفكيره في البحث اللي هو هيعمله. تمام. الموضوع ما اعتقدش ان هو صعب بالنسبه للطالب المصري في الوقت الحالي يعني. تمام. هسان هتبقى معي وهروح مره ثانيه للدكتور محمد المفتي عميد كليه التربيه الاسبق بجامعه عين شمس. دكتور محمد، هل بالفعل الموضوع هيكون سهل على الطالب خاصه المواد، تقسيمه المواد على المنصات الالكترونيه اللي طرحها وزاره التربيه والتعليم؟ كل المواد متاحه، كل بحث هيتم طلبه من الطلبه او المدرس يطلبه من الطلبه، هل هيتم بسهوله انه يجد له مواد او ماده بحثيه ليه على المنصات، ولا هيكون في يعني الامور داخله بعد الموضوع متصنف ازاي على المنصات؟ شوفي حضرتك، يعني اي نظام جديد عند تطبيقه بنواجه بعض الصعوبات، ده شيء طبيعي ما يخوفش يعني. صحيح. فالطالب في البداية هيواجه بعض الصعوبات وهتذلل بممارسته في الوسيلة اللي هو بيستخدمها. بالإضافة إلى هذا، يعني الجيل الجديد ده يعني متمكن جدا من الأساليب التكنولوجية والموبايلات وخلافه، فأعتقد أن الصعوبة دي مش هتبقى كبيرة وهتزلل. طب يعني الطالب هيدخل على المنصة يكتب أي مادة أيا كانت، هيلاقي موجود ليها كل المنهج بتاعها ويقدر يطلع منه؟ والمدرسين هل كمان، يعني احنا دايما العملية التعليمية هي متكاملة، هل المدرسين كمان هم على يعني من خلال التجربة الأيام اللي فاتت على قدر من التواصل والوعي التكنولوجي للتعامل مع المنصات وتوصيلها للطالب أو توصيلهم مع بعض؟ طيب شوف حضرتك المنصات التعليمية دي عبارة عن بيئة تعليمية تفاعلية بتستخدم تقنية الويب والأساليب الأخرى اللي هي في الميديا زي الفيسبوك والواتساب والمسنجر إلى آخره. كل هذه الأمور بتبقى متاحة، ودي بتبقى يعني قناة تواصل بين الطالب وبين المدرس. واستخدام المنصات التعليمية ده شيء جيد جدا. لماذا؟ لأن الطالب هنا بيبحث عن المعلومة ولا تعطى إليه جاهزة في شكلها النهائي. الطالب لما بيبحث عن المعلومة بيكتسبها عن طريق الفهم وبتبقى في ذهنه فترة طويلة وبيبقى قادر على تطبيقها، غير لما نعطيها له جاهزة فبيحفظها ولا بيبقى فاهمها ولا بيبقى قادر على تطبيقها. فما تتخذه الوزارة الآن أنا أعتقد كمتخصص يعني مناسب جدا، وان شاء الله سوف نتخطى هذه الظروف ان شاء الله وستستمر باذن الله يعني تعلم تلامذتنا من خلال التعلم ان شاء الله. ان شاء الله. حسنا هتبقى معي دكتور محمد، وهروح مره ثانيه للدكتوره صفاء سيد عميد معهد تكنولوجيا المعلومات. دكتوره صفاء، حضرتك تحدثتي وتطرقت لنقطه هامه جدا وهي البوكلت او الجهاز اللي بيكون مع الطلبه. الاول عشان يكون الموضوع عادل، هل تم التاكد ان كل الطلبه، نتكلم في 20 مليون طالب، بالفعل تسلموا الاجهزه الخاصه بيهم وتعمل بشكل سليم ومتوصل بها الانترنت عشان اقدر اطلب منه ان يعمل بحث ويكون النتائج عادلة بينه وما بين أي طالب آخر؟ طبعا بالنسبة لأولى ثانوي تسلموا أكيد المراحل اللي هي تطبق عليها، لكن بعض أولياء الأمور لسه الخبرة عندهم محدودة من ناحيتين. تمام. إما المهارات قليلة أو كمان الناحية الاقتصادية قليلة بالنسبة لأنه هو مثلا لو عنده كذا طفل أو كذا مثلا حد مستوى مختلف، انت تتكلمي على مثلا لو اي اسره مصريه عندها ثلاثه مثلا في مجال التعليم. تمام. فطبعا ده بيكلفهم مثلا وقت ومجهود وكده. وحتى كان في تم برضه اتفاقيه مع وزاره الاتصالات ووزاره التربيه والتعليم مشكورين على تخفيض التكلفه، لكنها مش كل واحد يقدر يوصل لها. البوكليت بقى ده طبعا انظمه امتحانات مختلفه تدرب. هو الفكر ايه؟ الفكر في خطه استراتيجيه 2030 ان بتخرجي اساسا من نظام الحفظ والتلقين الى نظام البحث والتطوير والابداع. تمام. فهي اما بتتطرق الى التعليم ما بنتغيرش مره واحده، ما فيش حد بيتغير مره واحده، لكن بيكسب الطالب ومهارات ووعي الاسر ووعي المدرسين ويطورهم ويبدعهم
من خلال بل هيكون تعليم منصات تعليمية إلكترونية يحط نماذج مختلفة. طب دي إجراءات حلوة جدا وهيلة في ظروف طبيعية وعادية، ولكن في ظل الظروف الطارئه اللي احنا فيها، اللي الدوله نفسها ما كانتش عامله حسابها، يعني الكلام ده لو انا كدوله خدت القرار في توقيت معين بمعايير معينه ان انا هطبق هذا النظام تحديدا، في ظل المفاجاه اللي حصلت في تعليق الدراسه والوضع اللي احنا فيه، الطلبه اللي موجودين في اماكن ما فيهاش بنيه تحتيه الكترونيه ممكن توصلهم بالانترنت بشكل كويس، ما عندهمش، ما استلموش الجهاز، ما عندهمش الوعي، اهاليهم ما عندهمش الوعي الكافي، ازاي هيتم التعامل معاهم في ظل هذه القرارات الجديده، وازاي هنراعيها مع الطلبه وهم ممكن ما يكونش ليهم اي ذنب في الموضوع؟ ما هو يا فندم، اولا الاعتماد مش بس على النت، اولا زي ما بقول لحضرتك وزير التربيه والتعليم مشكور بالوزاره حطت جميع المناهج اللي تم انتاجها سابقا وفقا لمعايير ايضا، ولكن معايير ايه؟ مثلا هي كانت كل واحد يقول ايه، هنعمل ثالثه ابتدائي، لا هنعمل ثانيه ابتدائي، لا هنعمل اولى ثانوي، الا المراحل الاخيره هي التي لم تنتج، وعشان كده هو تخفيض المنهج فقط في مرحله وحيده وهي مرحله الثانويه العامه. اي فندم البحث ده اي طالب هيعمله على ايه؟ مش على الانترنت؟ الانترنت يا فندم موجوده، يعني ما هو بصي الانترنت دي موجوده ساعات كتير. حضرتك في بدايه كلامك حتى حضرتك يعني قلت ان فعلا في اماكن نائيه ممكن يكون الانترنت فيها ضعيف ومش ومعدوم، و هل الطالب اللي موجود في الاماكن دي هيقدر يتعامل بنفس القدره زي طالب موجود في موجود متوفر ليه كل التسهيلات في الانترنت والتعامل، حتى ثقافه الاهل نفسهم في التعامل فيساعده؟ ايوه طبعا هيقدروا، لان اصبح التقييم مختلف، التقييم الاول كان مجرد امتحان وبالتالي هيبقى هو يعني اجاب او لم يجيب، لكن النهارده بياخد فرصه فتره طويله، يعني النهارده المجله التحتيه النهارده ضعيفه في الوقت الحالي، ممكن بالليل تقوى، ممكن يسافر بكره، ممكن يتصرف، عنده وقت كمان مثلا في التابلت بتاعه حد يعلمه او يدربه او يجيب مدرب، عنده مثلا كتب اضافيه، ليه؟ لان فاضل شهرين، مش فاضل الامتحانات بعد 30/5، يعني اذا هو فاضل اوريدي شهرين مش وقت قليل، لا وفاضل يعني بص على المراجعه، غير ان لو كان رجعوا وبعدين يكمل محاضرات وبعدين محاضرات اونلاين فقط، وبعدين كفاءات المدرسين مش زي بعضهم. تمام. يعني ممكن واحد كفء يقدر يستطيع ان يعمل فيديو، واحد يقدر يكتب على الكمبيوتر الوورد، واحد عنده كفاءه في مخه بيعرف يوصل صحيح فروق فرديه التقليدية. نعم. فطبعا انا مع طبعا كل الاجراءات الحقيقه اللي اتخذت، ليه؟ لانها مرحله طريقه، وبعدين زي ما سيادتك قلتي يبقى في معايير بقى، خلي بالنا، يبقى خلي بالنا ان احنا حاطين ارضيه لكل الناس، اولا لوزاره الاتصالات تقوي البنيه التحتيه، ورئيس الجمهوريه بيدعم من ناحيه الوزاره الماليه، اولا بقى في تعليم موازي، بعدين نعلم الناس بقى بعد كده المعايير، مش مجرد ان احنا نحط فيديو ولا اسئله. طب هو مين اللي بيحدد البحث يا فندم؟ يعني الطالب المفروض امتى هيوصل له معلومه انت مطلوب منك بحث في كذا، المدرس بتاع كل مدرسه ولا يعني الاليه هتتم ازاي؟ يعني انا عندي اولاد هسال المدرسه الابحاث بتاعتهم هتتم ايه في ايه في موضوعاتها ايه، يعني الاليه هتتم ازاي؟ انا اتوقع اولا ان البحث تقييمه من قبل الوزاره مجرد اكتساب مهارات مش انه يعدي، انا اتوقع اولا بطمن اولياء الامور انه ان شاء الله اي واحد كل بالظبط دي رقم واحد، هو تدريب بس زي ما سعادتك قلتي توعيه، الحاجه الثانيه ان المدرس كمان والمدرسين مش هيقعدوا من دلوقتي والولاد مخهم يصدوا لغايه شهر 9 ولا 10 وربنا يزيح الغمه ان شاء الله ودي الفصل الدراسي الثاني. طب سؤال مهم واخير، التعليم الاجنبي في مصر، الشهادات الدوليه، التعامل معاه، يمكن اول مره سياده الوزيره تطرق ليها بالامس في التوقف برضو او يتم تطبيق عليها نفس القرارات، هيتم التعامل معها ازاي؟ وهل انه فقط اشار المدارس الامريكيه والبريطانيه، هل ده معناه انه يطبق على الالمانيه والفرنسيه وكل انواع او كل المدارس الانترناشونال او الدوليه الموجوده في مصر؟ هو وزير التربيه والتعليم اولا في اولا قرارات لا تتخذ فوريا، اللي هو بياخدها مرحليه بحيث ان هو بيدرس جميع الشهادات، فادى لغايه شهر ابريل وقال انا هحدد جميع الشهادات، دي رقم واحد، لان كل شهاده محتاجه ايه زي ما حضرتك تطرقت كده ان البحث، طب البحث ده في مرحله معينه، الامتحان في مرحله اخرى، الطريقه ازاي وهكذا، نفس الشيء المراحل الثانويه مثلا البوكليت مختلف على الاي جي، مختلف على طريقه الستات الامريكيه، مختلف على الفرنسيه. فانا شايفه ان الوزير صرح امبارح ان هو هيبقى يوم 7 ابريل ان شاء الله هيحط يعني قرارات نهائيه لكافه الايه
الدراسات المختلفه، لان بيدرسها طبعا كل واحد بيشيل منها مواد ايه بتخش ازاي، وكمان ليها علاقه بالسفارات، وكل دوله مرتبطه بكل سفاره اللغه بتاعتها. لكن الحقيقه زي ما سعادتك تفضلت ان كل دوله دي مهمه جدا، ان كمان ودي برضو نقطه مهمه في تكافؤ الفرص، اما بلغي وحاجه، لانك انت ممكن دوله تانية تعمل كده، وزي ما يعني في مثلا ولو ان الفيروس جاي يعني قافل الحقيقه العالم مش دوله واحده، لكن في جزء مهم جدا بس حضرتك نشير اليه، ان هو طالما حطينا ايدنا على التعليم الالكتروني، اللي بيتعمل دلوقتي مش تعليم الكتروني، ده تعليم عن بعد فقط، وده ما يقدرش يوازي ولا يلغي التعليم التقليدي، لكن احنا نقدر نطور بيه مهارات، نقدر نرفع فكر الولاد عشان يخشوا الجامعه، يقدروا يعملوا البحث بقى اللي هو المطلوب، اللي هو فيه خوف دلوقتي، لا هو ما فيش اي خوف، هيقدر يتعامل، يقدر مداركه يعني تتوعى، وهو بالفعل الحقيقه الطلبه اكثر وعيا من الكبار. نعم. بكثير في مجال التكنولوجيا. نعم بشكرك شكرا جزيلا الدكتوره صفاء سيد عميد معهد عالي التكنولوجيا المعلومات، وايضا الشكر موصول للدكتور محمد المفتي عميد كليه التربيه الاسبق بجامعه عين شمس، والشكر موصول للاستاذ خالد حسن رئيس تحرير جريده عالم رقمي. طبعا احنا حاولنا من خلال حلقتنا النهارده ان احنا نرد على عدد كتير كبير من التساؤلات اللي من بدايه امس واعلان قرارات وزاره التربيه والتعليم، وكل الاهالي ربما شاغله هذه النقطه. اتمنى ان احنا من خلال حلقتنا ومن خلال ضيوف النهارده نكون ردينا على معظم هذه التساؤلات. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعه حلقه اليوم، والى اللقاء.